هذه لان نقتبس بالله على بركة الله تنطلق مسيرة الشوط الأول الرئيسي للأبكار الفطمان المستلكات من الصندوق من أبوسمرة. هذه المسيرة في هذا الصباح الجميل 29/2/2020 للميلاد مسير مع الشوط الأول نصير مع بالحرزي. هذه الشاهينية السيل بن مبارك بن عبد الله بالحرزي الشامسي من يقدم لنا الشاهينية بينما المركز الثاني هذه الريم الريم يا الريم محمد بن احمد بسيفة الغفلي من يقدم لنا الريم. انتقل الان مع المركز الثالث المركز الثالث الله 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 وصلت الشاهينية خلفان بن سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري واصله مع المركز الثالث المركز الرابع دخلت الان هنا الشاهينية ولك سرابة لسيد حمد بن سعيد بن مبارك المنصوري مع المركز الرابع ولكن بسير مع الفلي مع الفلي ولكن بالحرزي يا سلام يا سلام يا سلام راحت الثنتين راحن راحن الثنتين راحن مع مع الريم الريم يا الريم ولكن الشاهينية بالحزي مع الشاهينية قدمت عرض ممتازة راحت مع مقدمة هذا الشوط يقدم لنا الشاهينية السيل بن مبارك بالحرزي الشامسي بالحرزي الشامسي وصلت الشاهينية شاهينية من عيلان تبغي لها درب تبغي لها درب تتجول من موقع إلى موقع راحت بالناموس إلى هال الرمالة. أسعد الله صباحك أمه بكل خير أسعد الله صباحك يا ابو عيلان يا سعيد بن عيلان يا بن عبد الله المهيري من قدم لنا الشاهينية مع اول الاشواط الصباحية تعودنا على هذا الشعار. هذه لحظة الوصول التهنية بسعادة عيلان بن عبد الله المهيري. المركز الثاني الشاهينية سير بن مبارك الحجزي الشامس الريم. في المركز الثالث محمد بن احمد بن سيف الغضلي. المركز الرابع السرابة حمد بن سعيد بن مبارك المنصوري. والتوقيت الزمني دقيقتين وثلاث ثواني وثلاثين جزء من الثانية. ما شاء الله على الشاهينية.